بعد 14 يوم اكتشاف بهذا البلد. بعد وصول هذا السوري إلى مصر، قرر أن يشارك لحظات اعتبرها الأجمل في حياته بعد أن بكى على 37 عاماً ضاعت من عمره، حيث ندم على الحياة في أوروبا بعيداً عن أهله. فلماذا قرر ذلك السوري كشف أسرار حياته في أوروبا ومشاركة تجربته على هذا النطاق الواسع؟ وهل قصد توجيه رسالة؟ ولماذا أبهر المصريين والسوريين بكلماته المؤثرة؟ تعالوا لنتعرف على قصة ذلك الشاب السوري الذي أبكى متابعيه على الهواء. شاب سوري بسيط اضطرته ظروف صعبة إلى العيش بعيداً عن بلاده، وبعد رحلات من السفر والمعاناة في التنقل من بلد أجنبي إلى آخر، قرر الإقامة في ألمانيا. بعد سنوات عمره التي قضاها في الغربة بعد أن اعتبر الحياة بعيداً عن بلاده حياة لجوء لأي مهاجر، حتى ولو لم يكن لاجئاً. في ألمانيا يمكن لأي مهاجر أن يحصل على العديد من الامتيازات الخاصة التي لا يتلقاها في أي بلد أوروبي آخر، حيث احترام قيمة الحقوق والواجبات والتعامل مع الضيف واللاجئ بعد تقنين أوضاع إقامته القانونية على أنه واحد من أبناء البلد. السوريون في ألمانيا حقق العديد منهم نجاحات كثيرة، خصوصاً في فترة ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي أطلق عليها كثيرون لقب أم اللاجئين. لكن المعيار الأساسي للإقامة هناك ظل حتى الآن في صحة الأوراق الثبوتية وقانونية المعيشة واحترام القانون. ورغم هذه الفرص المتاحة جميعها، إلا أن ذلك المواطن قرر أن يضع حداً لحياته هناك بعد 14 عاماً من الإقامة والعمل. أخذ ذلك السوري يدرس أي بلد عربي يمكن أن يصلح وجهة مفضلة له. بدأ التواصل مع العديد من الأصدقاء السوريين المقيمين في مصر بعد أن نما إلى علمه عبر وسائل الإعلام المصرية والسورية قصص النجاح التي حققوها في مصر وطبيعة الحياة فيها وموقف الشعب المصري منهم. بعد أيام من دراسة أوضاعه قرر ذلك السوري السفر إلى مصر، وفيها كانت البداية لحياة أخرى أظهرت لذلك السوري وضعاً مختلفاً عن الحياة في الدول الأوروبية. القصة التي شاركها السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى مادة هامة لدى وسائل الإعلام المصرية التي أبرزتها وسلطت الضوء على المزايا التي عددها الشاب السوري للمجتمعات العربية. 14 يوماً قضاها ذلك السوري في مصر كانت بالنسبة له أفضل من 14 عاماً قضاها في ألمانيا. صحيح إنه وجد هناك العديد من الفرص، ربما المادية والأدبية، لكنه في مصر وجد وضعاً مختلفاً. في المجتمع الأوروبي لم يكن يجد إنساناً يمد يد المساعدة لرجل تعطلت سيارته في طريق عمومي. المادة فوق كل شيء، هكذا لخص السوري الحياة في المجتمع الألماني الذي قرر تركه إلى غير عودة. وبمجرد وصوله إلى مصر بدأ الشاب السوري توثيق لحظات اعتبرها أجمل لحظات حياته في ذلك البلد العربي، بل إنه أعلن ندمه على حياته بالدول الأوروبية وعلى 37 عاماً قضاها في الغربة في بلاد ثقافتها بعيدة عن العادات والتقاليد العربية. فماذا وجد ذلك السوري في مصر من عوامل الجذب التي جعلته يفضلها عن أي بلد آخر بعد سوريا؟ يصارح السوري متابعيه بأنه لم يجد أحن من شعب مصر الشقيق.